جيرنا من حلب، قالوا لنا الشباب لما تروح على الريف الغربي بتاع شلون هناك في شباب مؤسسات في منظمات في هي يقوموكم في بيوت في مخيمات في لحف في حرامات. خرجنا ولحنا اولادنا واطفالنا بتاع شلون قوينا عيالنا في لنا قارب قوينا محل شردنا لحم بتاع شلون عم دوروا على بيوتنا وجينا على مطار بتاع شلون هذا قلنا في بيت هذا في بيت لحتى لحم متشردين صار خمس ايام مشردين اطفالنا بمحل ولحم بمحل اطفالنا مرضانين ما حد لا محل قدم لنا شيء عم نطالب بيوت ان نتقوى كلياتنا ما حد محل قدم لنا شيء. اسم الزوجي اي يا ربي ولد ولا اسمه محمود فاضل محمود فاضل بالكازية بركير. بسم الله نقول في المجلس المحلي في بلدة كفر كرمية قمنا باستقبال العوائل القادمة من حلب المحاصرة طبعا بشتى الوسائل ولله الحمد وطبعا بعض المتبرعين من الأهالي قاموا بتأمينهم وفي المنازل وخصصنا لهم المدارس مشان كي يقعدوا فيها وهم بحاجة هلا حاليا يعني الحقيقة بحاجة للتدفئة طبعا أهم شيء عندنا هلا التدفئة بحاجة ماسة لهالأمر هذا إن كان وقود إن كان صوبات وهلا يعني عم يجينا لسا عم يجينا عائلات يعني عم يجينا اليوم تقريبا شيء 20 عائلة يعني بصراحة ما عم نعرف أين نروح يعني أين نروح فيهم يعني هن بحاجة لمأوى إن كان خيام إن كان أي شيء. طبعا لحد الآن الإحصائية عندنا 175 عائلة هدول يعني مسجلات عندنا بالبيانات وطبعا في عندنا 20 25 عائلة لحد الآن لسه ما تسجلوا.